إنها سيدة ماجدة الرومي، رسولة الحب، رسولة السلام، رسولة التآخي والإنساني والتسامح. هي اليوم في بلد التسامح في الإمارات، تحديدا بالعاصمة أبوظبي. نورة وميت هلا فيكي بالإمارات، يلي بتحبك وبتحبيها. الله يسلمك، عن جد بحبها. يعني اليوم الإمارات عم تشكل نموذج للتسامح بالعالم، والموسيقى تلعب الدور نفسه تقريبا. قديش بتعتبري حالك لعبتي هالدور لليوم؟ عم حاول، يعني بضل في اشياء تنعمل بعالم هالقد من الطرب عربي. في كتير شغل الواحد يعمله، يعرف شو ينقي، اي كلام يقول، وين يوقف على المزبوط، كيف يشهد لسيادة الدول العربية وحريتها واستقلالها، كيف يكون اعلى من السياسي والسياسيين، يكون عنده دور جامع. منه هين الموضوع، بس اخدي القرار فيه ورايحة فيه للأخير. اليوم نحن بيظل حفل الموسيقى الكلاسيكية بأبوظبي، قديش اليوم الموسيقى الكلاسيكية بعد إلى مطرح في أذان الشباب، في أذان هذا الجيل اللي طالع، وقديش الجيل يلي أكبر شوي عنده مسؤولية أنه يوصل هالموسيقى لجيل جديد اليوم؟ أنا ما بحس له كتير مطرح، بس أنه بتقدر عالم كبار عم يسعوا بأنه يلاقوا له مطرح ويطلقوا، يعني يشجعوا يكون موجود بالمسرح. الاتجاه العام بالعالم كله اتجاه فن من غير نكهة، من غير مضمون كليا، موسيقيا وبالنص وبالموسيقى مختلف باتجاهه كليا، في كسر تام. مرات بتسمع أغاني بصير بتقول شو هيدول، موسيقى ولا كمبيوتر؟ عم شيء غريب كتير، بس بضل في عالم تمشي عكس التيار وتحب الأصالة وتحب الموسيقى الكلاسيكية العربية أو الأجنبية. ما بعرف كيف بيكون المستقبل، بس هيدا كمان على الإعلام دور كبير فيه، بأنه هي طبعا لكم مسؤولية كتير كبيرة بأنكم تقربوا لجيل الشباب، لأنه إذا ما سمعوه ولا ما فهموا كيف بدو يقدروا يحبوه. لهيك نحن هون اليوم. ايه الله يسلم. نجرب قد ما فينا نحافظ على هيدا الموروث الكبير، موروث العالم الكبير اللي بذكرتنا الجماعية كلنا يعني. بس كمان مش الاعلام المسموع، كمان المرئي له اهمية كتير كبيرة.